نهاية المرحلة الأولى من مشوار قافلة النورس الخيرية كان يوم أمس في جبل شمس، حيث تم توزيع الدعم المقدم من القافلة لأهالي ولاية الحمرة ومنطقة جبل شمس، والذي تمثل في تقديم مستلزمات منزلية، حيث تم التوزيع في جو رمضاني مميز بمشاركة شيوخ الولاية وإدارة الشركة العمانية القطرية للاتصالات النورس ومساهمة من قافلة النورس الخيرية في تنشيط الحركة السياحية بجبل شمس. تم وضع حجر الأساس لمعرض منتجات ومشغولات تقليدية مصغر، وذلك للاستفادة منه من قبل سكان جبل شمس. ونحن في طريق العودة، قامت القافلة أيضا بتدشين ملعب كرة قدم أنشأته قافلة النورس الخيرية لأهالي جبل شمس.